بصبح عليكم مرة تانية. هيئة الأرصاد بتتوقع أن النهاردة الطقس هيكون حرارة نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. إنما بالليل هيكون معتدل الحرارة رطب على شمال البلاد وحتى شمال الصعيد، ومائل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. ولسه في النهاردة ارتفاع في نسب الرطوبة على مدار اليوم ونشاط للرياح في بعض المناطق هتكون مثيرة للرمال والأتربة على أقصى جنوب البلاد. كمان في فرص لأمطار خفيفة وقد تكون رعدية أحياناً على مناطق من جنوب سيناء ومناطق من جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر وحلايب وشلاتين. خلونا نعرف تفاصيل أكتر عن حالة الجو النهاردة من الدكتورة منار غينم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير على حضرتك أستاذة لميا، وصباح الخير على كل السادة المشاهدين. أهلا بك يا فندم. أهلا بحضرتك، وطمنينا عن حالة الطقس وأهم الظواهر الجوية اللي ممكن نتعرض لها النهاردة. احنا طبعا الحمد لله مكملين في الاستقرار في الاحوال الجويه والتحسن الكبير في درجات الحراره، خاصه فترات الليل وكمان فترات الصباح الباكر. اجواء صيفيه معتاده مثل هذا الوقت من العام، متوقعين العظمى على القاهره الكبرى اليوم تكون 33 درجه مئويه، وده خاصه فتره الظهيره. يعني احنا بنحس بالاجواء الصيفيه والاجواء الحاره ووجود كمان نسب رطوبه في الجو خلال فتره الظهيره، لان بيبقى فيه هدوء لسرعات رياح، بيكون في كمان زياده فترات سطوع اشعه الشمس بشكل كبير، فبالتالي بنحس فتره الظهيره بالاجواء الحاره الرطبه على القاهره الكبرى والوجه البحري والسواحل الشماليه، شديده الحراره على المناطق الجنوبيه شمال وجنوب الصعيد وجنوب سيناء ده خلال فترات النهار. لكن خلال فترات الليل مع غياب اشعه الشمس بنحس بالتحسن الكبير في الاحوال الجويه، بيحصل انخفاض في درجات الحراره والاجواء معتدلة تماما في معظم أنحاء الجمهورية، خاصة كمان إن مستمر معانا نشاط رياح بنحس بيه أكثر فترات المساء وساعات المغرب. نشاط رياح ده يقلل إحساس بنسب الرطوبة، فبيساعد بشكل كبير على تلطيف الأجواء، ونشاط رياح ده موجود معانا في معظم محافظات الجمهورية. كمان اليوم متوقعين استمرار وجود الأتربة والرمال المصارعة على أقصى جنوب البلاد، يمكن احنا شفناها بالأمس وأدت لتدهور الرؤية الأفقية على أبو سمبل. متوقع استمرار وجود الأتربة والرمال المصارعة على أقصى جنوب البلاد، المناطق السدودية نتيجة وجود أتربة في بعض المناطق من شمال السودان، بنتأثر احنا بالأتربة في المناطق السدودية زي حلايب شلاتين أبو سمبل، لكن ما فيش أي أتربة في المناطق الشمالية أو باقي قطاعات الجمهورية. كمان الأمطار مكملة معنا اليوم، وهي أمطار خفيفة ممكن تكون رعدية أحيانا على بعض الأماكن من جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر زي حلايب وشلاتين، لكن في مجملها هي أمطار خفيفة غير مؤثرة تماما على أي أعمال أنشطة يومية. كمان اضطراب الملاحة البحرية متوقع أنه يكمل معنا اليوم، وخاصة على خليج السويس والبحر الأحمر. خليج السويس والبحر الأحمر غير مؤهلين لكافة أعمال الصيد والملاحة البحرية وأعمال التنزه، ارتفاع الأمواج على خليج السويس بيتجاوز 3 متر، فلازم ناخد بالنا بشكل كبير. لكن البحر المتوسط معتدل مؤهل لكافة أعمال الصيد والملاحة البحرية وأعمال التنزه، نقدر نستمتع بالأجواء بشكل كبير. كمان متوقع طبعا خلال الفترات الصباح الباكر استمرار تكون الشبورة المائية على أغلب الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، وبتؤدي لانخفاض طفيف في الرؤية الأفقية، لكن هي سرعان ما بتتلاشى مع سطوع أشعة الشمس. يعني تقريبا 7-8 صباحا تبدأ الشبورة المائية تختفي، تبدأ الرؤية الأفقية تحسن على أغلب الطرق. الحمد لله يعني هي في معظم محافظات الجمهورية في استقرار وتحسن في الأحوال الجوية، متوقع ان هو يستمر معانا كمان خلال الايام المقبله، يعني على الاقل منتصف الاسبوع القادم مفيش اي موجات ارتفاع في درجات الحراره او موجات شديده الارتفاع في درجات الحراره. طيب هل كمان هتستمر معانا الرياح المحمله بالرمال والاتربه يعني كذا يوم؟ هي الرياح المحمله بالاتربه والرمال المصارة فقط في اقصى جنوب البلاد، خلينا ناكد بس ان هي مفيش اي اتربه ورمال مصارة في المناطق الجنوبيه، لكن هي بالفعل مكمله معانا كمان خلال الايام المقبله، يعني مكمله معانا النهارده وبكره يمكن لحد يوم السبت القادم ان شاء الله. لكن هي مش في المناطق الشماليه، ناكد تاني هي في جنوب اسوان في ابو سمبل في حلايب في شلاتين في المناطق الحدوديه بيننا وبين يعني السودان، لان السودان فيها بعض السحب الرعديه، السحب الرعديه بيكون معاها رياح هابطه بتؤدي لاثاره الرمال والاتربه، فبتبدا تاثر على المناطق الحدوديه فقط، فنطمن مفيش اي مشكله، ناخد بالنا بس ونعمل احتياطاتنا من اضطراب الملاحه البحريه على البحر الاحمر وخليج السويس، لازم نكون ناخد احتياطنا بالشكل الكبير وتجنب اعمال الصيد والملاحه البحريه اثناء فتره الاضطراب.
كمان التعرض المباشر لاشعه الشمس فتره الظهيره، لكن نقدر نستمتع بالاجواء الحمد لله فيها تحسن واستقرار في الاحوال الجويه. بشكرك في النهايه، شكرا جزيلا للدكتوره منار غانم عضو المركز الاعلامي بهيئه الارصاد الجويه. ودلوقتي مشاهدينا تعالوا نتابع درجات الحراره المتوقعه النهارده، ونبداها بالقاهره اللي العظمى فيها 33 والصغرى 24، العاصمه الاداريه 34-24، اسكندريه 31-23، العلمين الجديده 31-23، مطروح 32-23، دمياط 30-24، بورسعيد 31-24، الاسماعيليه 34-23، السويس العظمى فيها 34 والصغرى 22، العريش 31-23، كاترين 35-17، طابا 37-25، حلايب 36-29، شلاتين 40-31، شرم الشيخ 39-29، الغردقة 39-28، الفيوم العظمى فيها 35 والصغرى 23، بني سويف 36-23، الوادي الجديد 42-27، أسيوط 37-24، سوهاج 40-25، قنا 43-27، الأقصر 43-27، وأخيرا أسوان العظمى فيها 44 والصغرى 28. دي كانت درجات الحرارة المتوقعة النهاردة، ودي كمان تعليمات هيئة الأرصاد الجوية. مرة تانية نرجع لمنى ومصطفى نكمل معهم باقي فقراتنا. شكرا لك يا لمنى.